وانا معايا كل الذهب في الاستوديو. عن جد تحيه لاحمد، تحيه لرامي. عن جد حلقه كثير متعقده بتشبهكم، حلقه رايقه وشيك وكلاس، والجمهور برمضان جودي. على الام بي سي مستمتع فيها. ثانك يو فيري ماتش، منورنا حبيبي. طبعا الله معه كابتن، مرتاح الكرسي؟ احلى شيء انت الكرسي الوحيد في البرنامج كله اللي انت قاعد عليه، منفسنا عليك، مش عايزه اقول لك قد ايه. طبعا هنبدا دلوقتي بقوانين وزني ذهب، ركزوا معايا وهشرحها برضو للجمهور. زي ما انتم شايفين كابتن فارس قاعد على كفه من الميزان اللي قدامكم. المطلوب من رامي واحمد بالدور يحطوا اوزان ويحسبوها بالعقل تساوي وزن كابتن فارس والكرسي اللي عليه. اللي هيحط على دوره طبعا يعني حظه وحش اكثر الوزن الثقيل والطب الكفه دي هو اللي حيخسر، وبالتالي الخصم الثاني هو اللي حيخسر. طيب قد ايه وزن هاي الكرسي مثلا لحالها؟ ما احنا مش المفروض نعرف بقى، مش كده؟ لا الكرسي اه من حقنا يا استاذ احمد. يعني كرسي يعمل له مثلا 5 كيلو. شكب راكب كده، انت وزنك كام كابتن؟ لا ما ينفعش تقول. لا ما ينفعش يقول. هو وزن الريشه. طيب يلا يلا هنبدا بالقرعه، اتفضلوا حضرتكم يلا. طب ما انت ما عملتهاش، ما رفتش ما لفتش. والله العظيم صعبه واعملها تاني، حرام عليك. ما اعرفش. لا هي أضرب. هي الرف. اضرب اضرب هي الرف. ماشي مش رح. ايوه كده رف كويس. يلا ابو احمد. احمد يلا احمد حاس سعيد والوزن الاول. طيب ماشي يلا اهو. من كيلو لخمسة. اوبا دخل على الثقيل. 15 يلا. بيقدر واحد يعمل وزنين ولا واحد بس؟ وزن واحد بس بالموجودين. اوكي قديش صاروا هول؟ احسبوها تقريبا 29. 29 كيلو اخذ 14. 29 و14 او 13 قديش صاروا؟ 13 اخذ 13. قديش صاروا هول؟ 42. لا بكير بعد. إيه خذوا وقتكم، هي واضح انه في خطه عم يمشوا فيها، ما بعرف شو هي الخطه بصراحه. هذا كم؟ قديش صاروا؟ 12. يبقى عندنا 54. 54 ال 10. اوكي احمد فوت ال 11 وخد ال 10 وبعده ما تحرك، وكابتن فارس ما تحركش. رامي خد ال 11 كده. احنا ما بنخافش من حاجه كله كده. توتال كام؟ 75. 75 ما شاء الله عليك كابتن فارس. 75 ولسه في الارض. لا قوي قلبك لانه في وزن. يعني وزن. بلشوا يحسبوا هلا الشباب. 75 و7 7 كيلو. ايوه 82 كيلو. هو معدي 82 مع الكرسي. ايه بسهوله. 82 خليني احط الخمسه. خمسه لا لا خليني احط السته. 6 كيلو. 88 كيلو. انت ما عم تتحرك انت كابتن. هي الوزن بالكرسي مش بفارس. لا كده قديش صرنا؟ حط كيلو احمد. كيلو؟ اه 89 كيلو. اوف خلي قلبك جامد. تخش ب 89. انا افكر هيك والله. انا افكر عشان خذ حذرك. أخذ ما أنا لو خسرت أحمد كسبان. ما هي نفسها 8. 97 والكابتن ما تحرك. بتقلي قوي قلبك وأنت ما بتقوي قلبك يا أحمد. خايف أنا. 2. إيه ده؟ مش معقول. مش معقول. على فكرة لسه ما خلصت. بس هقول بعد ما خلصت. بس هقول يا ريتك ما حطيتش الكيلو هناك. لانه 3 اكيد رح ينزل. صح كده لحظه بالظبط. لحد عم هتروح بالثلاثه. ما فيش غيرها. اخذ 3 اقل رقم وبهالطريقه هي حتنزل. لا احنا كويسين كده على فكره. وان تو حطيت. اوه بيك